معي مباشرة الآن أيضا من كوفنتري البريطانية رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أهلا ومرحبا بك سيد رامي. أسأل تحديدا عن الجديد بما يتعلق بالضربة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى ضمن مربع أمني في المسجد بدمشق. مربع أمني أو منطقة أمنية حقيقة الأمر، 10 ما بين قتلى ومفقودين، بينهم 5 من الإيرانيين من ضمنهم 3 من قيادات الحرس الثوري الإيراني أو الأمنيين الإيرانيين، وفق حتى اعتراف إيران 4 الآخرين لا يعلم إذا ما كانوا هم من الإيرانيين أو السوريين. طبعا من بين الستة المؤكد مقتلهم هم يعني يوجد سوري يعني يعتقد بأنه مدني مقيم أو حارس أو يعمل مع الإيرانيين في هذا المبنى العائد للإيرانيين، لكن المعلومة المؤكدة أيضا بأن صباح هذا اليوم وقبل قبيل الاستهداف الإسرائيلي بنحو ساعتين بدأت الحركة، يعني بدأ مدخل هذه البناية يشهد المبنى السكني عفوا يشهد حركة دخول إلى هذا المبنى. على ما يبدو بأن الاجتماع أو يعني اللقاء الذي كان في داخل هذا المبنى جرى ترصده واستهدافه مباشرة من قبل الإسرائيليين الذين قتلوا من كان في هذا الاجتماع ما بين قتيل ومفقود، وأيضا دمروا المبنى بشكل كامل كي لا يخرج منه أحد، على الرغم من أن إسرائيل كانت على ما يبدو تعلم بأن طابق واحد من هذا المبنى هو تابع أو يجري فيه الاجتماعات أو يجري فيه سكن الإيرانيين، لكن فضلت تدمير المبنى بشكل كامل. طيب طبيعة يعني الشخصيات التي كانت موجودة، منها ما هو محسوب وكما ذكرت يعني رامي على فيلق القدس، هل نتحدث كذلك عن وجود شخصيات مرتبطة بحزب الله؟ وأيضا بعض الأنباء رددت أو نقلت أن هناك عناصر مرتبطة بميليشيا عراقية في هذا الاجتماع. يعني مثل ما ذكرت صباحا، إذا أن تعلن إسرائيل أو تعلن إيران وتتسرب معلومات من هي الشخصيات القيادية اللي كانت موجودة وقتها نعلم، ولكن إذا يعني نحن نعلم بأن هناك شخصيات دخلت إلى هذا المبنى وهم يعني من الأصدقاء مثل ما يقال لدى النظام السوري، لكن من هي الشخصيات من استهدفها؟ هي إسرائيل كانت تعلمها، وحزب الله والجهاد والإيرانيين هم الذين يعلموا بحجم الشخصيات ووزنها يعني حتى تستهدف. وأنا قلت صباحا أولا قبل أن نعلم ما الأمر، قلت لو لم تكن هناك شخصيات مهمة في هذا المبنى لما قامت إسرائيل بتدميره واستهدافه. طب دعنا نراجع مرة أخرى رامي، يعني تلك الأسماء، نتحدث عن مدير الاستخبارات في فيلق القدس ونائبه ومن أيضا؟ ويعني هناك 3 قياديين بالحرس الثوري الإيراني، قد يكون الآخر عسكري بفيلق القدس ولكن مسؤول عن يعني مسؤول في القطاع السوري وليس مسؤول على مستوى إيران، هو مسؤول في الجبهة السورية، بالإضافة لإثنان لا نعلم إذا ما كانوا قيادات أو كانوا من الحراس من الإيرانيين، 5 إيرانيين هو مؤكد مقتلهم من ضمن 6 الذين تأكد مقتلهم و4 مفقودين، المفقودين الأربعة إلى أن يعلم يعني بشكل قطعي لن يخرجوا أحياء من تحت هذه الأنقاض المهدمة، إلى أن نتأكد من مقتلهم لا يعلم إذا ما كانوا من الحزب أو من شخصيات أخرى. وأنا أقول وأؤكد، إيران إن لم ترد على القصف الإسرائيلي وقتل قياداتها، إيران يعني ضمن جمهورها الآن باتت مثل النظام داخل الأراضي السورية، أي أنها تتكلم ولا تقوم بالرد على إسرائيل مثل ما حاولت أن تفعل بالصواريخ العابرة للقارات التي لم تقتل أحد داخل الأراضي السورية، ولم تكن إلا رسائل إيرانية معنوية لجمهورها قبل الإسرائيليين والأمريكيين. هل رشح من الإعلام الرسمي السوري أي تصريحات تعلق على ما حصل رامي؟ الإعلام الرسمي السوري آخر من يعلق وآخر من يصرح وآخر ما يعلم ما يدور داخل العاصمة دمشق، لذلك أقول بأن حزب الله هو يعلم وإيران تعلم والجهاد يعلم، ولكن قوات المخابرات والنظام السوري لا يعلمون لأنه لا ثقة فيهم بالنسبة للإيرانيين وحزب الله اللبناني، ويقولون بأن النظام هو مخترق من قبل إسرائيل بشكل كبير جدا، ولكن الواقع تبين من الضربات الأخيرة بأن من هو مخترق الآن حزب الله والدائرة الضيقة في قيادة الحرس الثوري داخل الأراضي السورية. عندما نتحدث عن ثقل هذا الاجتماع، أيضا أشارت بعض المصادر إلى أنه متعلق بموضوع إدخال السلاح ليس عن طريق استخدام المطارات وإنما عن طريق استخدام الطرق البرية رامي.
المطارات انتهى أمرها لأن روسيا قالت لإيران بشكل واضح يمنع استخدام المطارات المدنية من أجل نقل السلاح الإيراني إلى داخل الأراضي السورية. ابحثوا عن طرق برية من داخل الأراضي العراق. لذلك المطارات هي الآن محيدة عن السلاح الإيراني. ومنذ الحرب على غزة حقيقة أمر المطارات محيدة عن السلاح الإيراني بشكل كامل. طيب هل هناك ما يمكن أن يلفت الانتباه بشكل أكبر لهذه الضربة رامي؟ يعني عندما نتحدث مثلا عن الاستهداف الذي حصل للعروري في الضاحية في بيروت، كان الاستهداف تحديدا لغرفة معينة لطبقة معينة وتم النيل من الهدف، لكن عندما نقارن ما حصل باستهداف اليوم نجد أنه كل المبنى بحسب ما بفهم كان قد دمر. دمر المبنى لأن إسرائيل نعم تعلم بأن المبنى تابع للإيرانيين، ولكن في أي طابق سيجري الاجتماع لا تعلم. هو الطابق الثالث أكثر استخداما كان معروف لدى الأهالي من قبل الإيرانيين أو لدى الموجودين في المنطقة. لكن إسرائيل فضلت أن تدمر المبنى بشكل كامل وحتى أن تقتل المدنيين على أن لا تستهدف المبنى، ومن ثم ينجو هؤلاء القادة من الحرس الثوري الإيراني أو ما تعرف بمحور المقاومة من الاستهداف الإسرائيلي. لذلك دمر المبنى عن بكرة أبيه بشكل كامل مثل ما كان عليه الحال معرض الأرضية الموسوي عندما قتل في دمشق. دمر المبنى بشكل كامل كي لا يخرج حتى من تحت الأرض في حال كان هناك يعني قبو تحت الأرض تتنقل فيه عناصر حزب الله من مزرعة إلى أخرى. لم نعرج عن طبيعة الشخصيات الفلسطينية إن كانت حاضرة في هذا الاجتماع. أنت ذكرت رامي أنه يعني حتى هذه اللحظة لا يمكن التأكيد إلا عندما يصدر شيء من إسرائيل، وإسرائيل عادة لا تعلق، أو عندما يصدر شيء من إيران. لكن رغم نفي الجهاد الإسلامي وجود شخصيات قيادية تابعة له في هذا الاجتماع، هل يمكن الحديث عن وجود شخصيات فلسطينية في هذا الاجتماع كذلك؟ يعني قد يكون هناك وجود شخصيات فلسطينية، ولكن بالنهاية بغض النظر عن الشخصيات الموجودة، الجهاد الإسلامي نفى مقتل قائده في هذا الاستهداف، لأنه نعلم بأن قيادات من الجهاد الإسلامي تقيم في تلك المنطقة، وأنه سابقا جرى استهداف قائد الجهاد الإسلامي وقتل نفسه في الاستهداف. لكن الآن الشخصيات الموجودة داخل هذا الاجتماع بشكل قطعي ليست جميعها شخصيات إيرانية، ليست جميعها قيادات الحرس الثوري الإيراني، لأنهم كانوا اجتمعوا بالسفارة الإيرانية، ولكن بشكل قطعي هناك قيادات من بين مزدوجين من محور المقاومة كانت داخل هذا الاجتماع وداخل هذا اللقاء في هذا المبنى في العاصمة دمشق. شكرا جزيلا إذن من كوفنتري بريطانية رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.